الشواقة جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة، شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. طاب الواد ديالك وريني. لا ما طاب الواد ديالو. شكون اللي علمك هاد لي تكنيك باش انك ترسم هاد لوحات زوينين؟ فاطمه الزهراء زريان. فاطمه الزهراء زريان. انا سميتي ملك الصبار، تنقرا في ابن باديس، عندي 10 سنين وماما قيدتني في هذا الدار زيدار. كيف ومن بعد لقيت باستاذه لاختيس بانت استاذه فاطمه الزهراء كيفاش علمتني التقنيه باش نرسم لي دو تابلو اللي كاينين هنايا في المتحف. كاع الناس اللي تيجيو تيقولوا لي زوينين فو تابلو، انت اللي رسمتيهم؟ أنا سعدية غلاب، نائبة رئيسة جمعية دار زيدار للفن. الهدف ديالنا هو ندير واحد الليماج ديال الوليدات ذوي الاحتياجات الخاصة والوليدات العاديين، لأن لقينا بزاف ديال المدارس ما خايضيش بيدهم، ما عاطينهمش واحد الحق فين يتعلموا، فين يقراوا، فين يديروا بزاف ديال الحوايج. خديناهم حنا باش نعاونوهم وباش يكون الهدف ديالنا يكون بالنسبه للوليدات كاملين في العالم كله، باش يكونوا هاد الوليدات مجموعين مع كلهم، ما يبقاش هذاك حق هذاك تخيزهم ذوي صبغ ثلاثي، هذاك متوحد، هذاك ديسلكسي، هذاك لا عنده واحد الاعاقه لا ما نشدوش. لان الوليدات اللي عاديين هما اللي مراد، مي الاخرين ما عندهم حتى شي اعاقه، ما عندهم حتى شي حاجه. هذا هو الهدف ديالنا من هذه الجمعيه، وبغينا ان شاء الله تزيد القدام، وبغينا العوين يعاونونا باش تكون واحد الجمعيه تكون غاده القدام. السلام عليكم، انا فدوى قرسي مقومه النطق. بديت في هذه الجمعيه بحكم هذه الجمعيه كان الهدف ديالها هو الانتغراسيون، انهم يشاركوا الوليدات اللي عندهم دي ديفيكولتي مع وليدات اللي نورمال. دونك من هنا جات الفكره ان تكون معاهم بسيكومتريسيان وتكون مقومه ديال النطق، يكونوا معنا حتى دي ميدسان. من هنا جينا باش نبداو نخدموا مع الوليدات اللي راه ما تيقدروش يهضروا، بحال الوليدات اللي عندهم التوحد، الوليدات اللي عندهم متلازمه الثلث الصبغي تيكونوا معطلين في الهضره. ثابت الدور ديالي في هذه الجمعيه هو كنعلم وليدات الرسم، الخط والموسيقى، باش الوليدات كيندمجوا في هذه الحياه ديالهم وتكون عندهم واحد الحمد لله تكون عندهم واحد الوزن الثقافي في حياتهم. السلام عليكم، فاطمة الزهراء زرياب، رئيسة جمعية دار زيدار، جمعية إدماج أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في المجال الفني الثقافي والإبداعي. في الأول انطلقت ببيت عندنا في الدار، كنديروا أتوليا للوليدات، دونك بديت بواحد، مرات كنخرج للدرب، تنخرج شويه د لا بانتور لا ميوزيك، تنحاول نخدم مع الوليدات كل واحد في شكل، ولقيت بان عندهم
قادرين يعبروا تيمشيو فرحانين، كل واحد تيجيب كريسي من دارهم وتيخرجوا في الدرب. واحد الوقيتات كيديروا براسهم بحال الا كيجمعوا الزبل من الزنقه، حيت كيعرفوا اللي ما كان بغي الدرب يكون نقي. دونك وباش يتخلصوا سيك كنعطيهم لا بانتور لي فوتر دي بابيي، وشي مرات كيقولوا كون غادي في الزنقه وحتى كيبينوا بانهم راه فعلا راهم تيخدموا. وفكرت انني مرات كندير معاهم اجتماعات عندي في الدار وتنرسم معاهم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش ابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.